احنا اليوم في وادي زقلاب. هذا الوادي الواقع غرب دير ابي سعيد في لواء الكورة بمحافظة اربد بشمال الاردن. هذا الوادي طبعا يشتهر بشجرة الرمان، شجرة الرمان والاشجار المباركة. وفي طبعا نبع كثير قوي. الآن على جسر روماني قديم، هذا هو وادي زقلاب في لواء الكورة. هاي منطقة في جنين الصفا، وهذا هو الوادي، وادي زقلاب. هاي اثر احد الطواحين اللي كانت موجودة بالوادي.